مساء الخير جميعا. أنا شايفة عدد المشاركين عمال يزيد، بس بما إن الساعة 1:03 وفي أكتر من 64 واحد في الزوم، سنفتتح الندوة إلى أن ينضموا بقية المشاركين. أعرفكم بنفسي، أنا داليا أبو الفتوح، اقتصادية في مجال التنمية الريفية في منظمة الأغذية والزراعة في المكتب الإقليمي. يشرفني أن أرحب بكم في ندوتنا النهاردة بعنوان توسيع تغطية التأمين الاجتماعي كي يشمل العاملين في قطاع الزراعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ساهم في تنظيم هذه الندوة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل. بالنسبة لي بعض الأمور التقنية متاح ترجمة فورية باللغة العربية والإنجليزية. Simultaneous interpretation is available in English and Arabic. يمكنكم اختيار اللغة المفضلة من خلال الرمز الكرة الأرضية الموجودة في أدنى الصفحة. لضمان وضوح الصوت، جميع الميكروفونات ستغلق خلال الندوة ما عدا للمتحدثين والحضرات المرشحين من الوزارات. لو في أي ملحوظة، أي سؤال، نرجو كتابتها في صندوق الأسئلة والإجابات، وفي أيضا صندوق الدردشة أو الشات للأسئلة التقنية أو الخاصة بالصوت أو الترجمة. قبل ما نسمع الكلمات الافتتاحية، أحب أدي خلفية بسيطة عن المبادرة لتوسيع التأمين الاجتماعي للعاملين في الزراعة. بدأنا بدراسة من حوالي 3 سنين عن كيفية إدماج المزارعين في نظم التأمين الاجتماعي. لقينا طبعاً نسبة انضمام منخفضة جداً، ولو إن دي من أكتر الفئات اللي بتواجه صدمات وأزمات سواء بيئية أو اقتصادية، وأكتر فئة بتأثر في الأمن الغذائي بشكل عام. تأمين يعتبر بالنسبة للمزارعين والعاملين في الزراعة أهم وسيلة لبناء القدرة على الصمود وتحمل الأزمات، ومن هنا الثلاث منظمات الفاو وآيلو وآي بي سي بدأوا مرحلة جديدة من العمل بهدف دعم الحكومات والأطراف المعنية لتصميم وتنفيذ برامج تأمين اجتماعي في ظل التحديات المالية والإدارية اللي بتواجهها الدول. مش هطول عليكم، الندوة مدتها ساعتين، تنقسم إلى عرض نتائج الثلاث تقارير اللي اتعملوا وتعقيب على كل تقرير من قبل طرف معني، وبعد ذلك هيعرض ملخص موجز للردود اللي وصلت لنا من الدول، وأخيرا فتح الباب للأسئلة والنقاش. معايا الزميل لوكا باليرانو، أخصائي أول للحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية، سيدير الندوة والنقاش. لوكا، thank you and over to you. طاب يومكم جميعا وأهلا بكم في هذه الندوة. شكرا جزيلا داليا على المقدمة التي قمت بها. إنه لسرور لي أن أرى كل هؤلاء المشاركين ينضمون إلى مناقشات اليوم. إنني الأخصائية الإقليمية للتأمين الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، ويسرني أن أنشط مناقشاتنا اليوم. لقد ذكرت داليا أهمية قطاع الزراعة بالنسبة إلى سبل العيش والرفاه في الدول العربية بصورة خاصة، ونعرف كيف أن قطاع الزراعة قد تعرض للكثير من التحولات في العالم. فالتحول في هذا القطاع يعني الكثير لتحول وتغير مجتمعاتنا، كما أننا نشهد أشكالا مختلفة من العمل ومن ترتيبات العمل في هذا القطاع.
فنحن نعرف جميعاً أن العمل في قطاع الزراعة يواجه العديد من المشاكل، لا سيما من حيث المداخيل والسلامة المهنية والصحة المهنية، كما أننا نرى أيضاً أشكالاً من عمالة الأطفال والعمل القسري في قطاع الزراعة. ولذلك نحن نود أن نعطي العمال في قطاع الزراعة إمكانية الانضمام إلى برامج التأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية بغض النظر عن القطاعات أو عن العمل. وهذا بالطبع أمر هام بالنسبة إلى الكثير من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من دون أي تأخير سوف أبدأ هذه الندوة، و أود أن أدعو الممثلين الإقليميين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية. سوف أعطي الكلام أولا للسيد سيرج ناكوزي، الممثل نائب الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، وبعد ذلك ننتقل إلى بيتر رادماكر، نائب المدير الإقليمي لمكتب الإقليم الدول العربية لمنظمة العمل الدولية. سوف يقدمون لنا إطارا لمناقشاتنا اليوم، وبعد ذلك ننتقل إلى الجزء الفني من مناقشاتنا. حضرة السيد ناكوزي، تفضل لك الكلام. شكرا لوكا، طاب يومكم جميعا. حضرت السيدات والسادة، لسنا نسمعك سيرج، ربما عليك أن تشغل الميكروفون. Still we cannot hear you, so maybe what we will do. I can actually hear Serge. I can see that perhaps in the original language. Let's see. Let me see if I can hear you now, Serge. إذن يمكننا أن نصغي إليه على القناة الأساسية، تفضل. شكرا جزيلا لك. إذن طاب يومكم جميعا. حضرة السيدات والسادة، يسرني جدا أن أرحب بكم في هذا الحوار الهام حول توسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين في قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في منطقتنا قطاع الزراعة يستخدم حوالي 20% من اليد العاملة، مما يجعل هذا القطاع مصدرا هاما للدخل وسبل العيش، وبخاصة في صفوف الفقراء والأشد فقرا. أكان في مصيد الأسماك أو الغابات أو الثروة الحيوانية أو الزراعة، نعرف أن العاملين في قطاع الزراعة وصغار المنتجين معرضون لعدد من المخاطر الاقتصادية والصحية والبيئية. وبسبب المستويات المرتفعة للعمل غير النظامي، فإن العاملين في قطاع الزراعة والمنتجين غالبا ما يعملون لساعات طويلة في ظروف غير آمنة وغير صحية. كما أن انتشار العمل اليومي أو الموسمي وغياب علاقات عمل مستقرة أو رسمية تترك العاملين معرضين لخسارة دخلهم وللفقر. وربما الأهم هو أن الذين يعملون في قطاع الزراعة يعتمدون بشكل أساسي على البيئة، وبالتالي فإن الأحداث المناخية القصوى وندرة المياه والآفات والأمراض وتدهور البيئة والتي تفاقمها الآثار السريعة لتغير المناخ تصبح من بين التحديات أو التهديدات الأكبر للذين يعتمدون على الزراعة في سبل عيشهم. وبالطبع لا يجب أن ننسى أن النساء معرضات بشكل أكبر لهذه المخاطر، ولا سيما بسبب القيود القائمة على انعدام المساواة بين الرجال والنساء. ولكن رغم كل أوجه
الوجوه الضعفية هذه، فإن العاملين في قطاع الزراعة وصغار المنتجين في الإقليم يبقون مقصيين عن النظم القانونية التي توفر الحماية. بعبارة أخرى، إن إحدى المجموعات السكانية الأكثر تعرضاً للخطر هي أيضاً من بين الفئات السكانية التي تحظى بالحماية الأقل بموجب قوانين العمل والتأمين الاجتماعي. فإن التجارب السابقة بما في ذلك ارتفاع أسعار الأغذية في الفترة 2007-2008 وجائحة كوفيد-19 قد بيّنت أن الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي يؤديان دوراً أساسياً في تمكين فقراء أو الأسر المعيشية الريفية الفقيرة جهة التعافي من الصدمات. كذلك إن استدامة هذه الجهود تتطلب وضع نظم مصممة بشكل جيد ومراعية للنوع الاجتماعي تستجيب إلى حاجات الفئة السكانية الضعيفة. لسوء الحظ، إن تغطية برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وكفاءتها وشموليتها وشمولها تبقى متدنية في منطقتنا، فحيث توجد هذه المنافع غالبا ما تقوم العوائق البيروقراطية بردع الأسر المعيشية الريفية المؤهلة من الحصول على المنافع الهامة التي يحق لها بها. وفي السنوات الأخيرة بذلت الحكومات العربية الكثير من جهود لتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق برامج الاشتراكات لتشمل الفئات التي كانت مقصية منها في الماضي، ولا سيما العاملين في قطاع الزراعة. والآن إن حرب أوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأغذية الأساسية والوقود والأسمدة، ولذلك تبقى السياسات الاجتماعية في أعلى جدول أعمال الحكومات. في هذا السياق، إن تحليل كيفية وضع وتصميم برامج فعالة للتأمين الاجتماعي وتجاوز الحواجز الإدارية والمالية الكبيرة إنما يأتي في الوقت المناسب ويتسم بأهمية كبرى. وإن الاستنتاجات التي سوف تقدم قريبا هي نتيجة العديد من المشاورات والمقابلات والبحوث التي قمنا بها في العام الماضي. اليوم نحن نطلب تعقيباتكم النهائية وربما مصادقتكم على هذا العمل، سيما أن الخبراء الرئيسيين وممثلي العمال وممثلي الحكومة هم في موقع يسمح لهم بالارتقاء بالإجراءات الضرورية لضمان الحماية الاجتماعية الشاملة. وأود أن انتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة. إضافة بالطبع إلى شعبة التحول الريفي والمساواة بين الجنسين في المقر الرئيسي للمنظمة، فهنالك التزام واضح من جهتنا بوضع نظام قائم على الحقوق للحماية الاجتماعية يكون ملائما لتصدي التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها منطقتنا. وهذا التطلع المترسخ في أهداف التنمية المستدامة يتطلب إقامة مستمرة ومعززة للشراكات مع المؤسسات الإقليمية والوطنية والوطنية الفرعية. وإن منصات عديدة مثل مثلا الشراكة العالمية للحماية الاجتماعية من أجل الحماية الاجتماعية الشاملة قد أثبتت أنها أدوات قوية جدا لتبادل المعرفة والدعوة بشأن الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي. ومن الأهمية بمكان أن تستكمل هذه المنصات بدمج أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، بحيث تشمل هذه المنصات منظمات العاملين في قطاع الزراعة ومنظمات المنتجين ومجموعات النساء ومنظمة المجتمع المدني. أعتقد أن هذه خطوة هامة في هذا
الاتجاه وأتمنى لكم النجاح في عملكم. شكرا جزيلا حضرة السيد سيرج ناكوزي على هذه الملاحظات الافتتاحية. والآن أعطي الكلام للسيد بيتر رادماركر ليقدم بعض الملاحظات الافتتاحية بالنيابة عن منظمة العمل الدولية. وبيتر هو نائب المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية. شكرا داليا ولوكاس، وشكرا سيرج على ملاحظاتك الافتتاحية. أود أن أرحب بجميع اليوم. إن التأمين الاجتماعي هو في صميم ولاية منظمة العمل الدولية، ولطالما اعتمدت المنظمة العديد من المعايير لتوجيه الحكومات في تطبيق الحماية الاجتماعية، وكل هذا يوفر اليوم إطاراً شاملاً لنهج قائم على الحقوق، إن في مجال القانون أو في المجال العملي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن تغطية التأمين الاجتماعي تبلغ 39% مقابل 57% كمتوسط عالمي، وإن بعض البلدان في هذه المنطقة قد حسنت برامجها للتأمين الاجتماعي، ولكن في الكثير من الأحيان إن العاملين في القطاع العام لم يستفيدوا من هذا التأمين الاجتماعي، في حين أن التأمين في القطاع الخاص يقصي العديد من العاملين ولا سيما أولئك العاملين في قطاع الزراعة. وكما ذكر سيرج هنا إن الطابع غير النظامي يسيطر على قطاع الزراعة، وبالتالي فإن هذا القطاع يعاني من انعدام في الأمن الغذائي ومن الفقر، كما أن هذا القطاع معرض لتغير المناخ وللظروف المناخية القصوى. وأمام هذه الخسارة في الدخل، إن العاملين في قطاع الزراعة قد يلجؤون إلى استراتيجيات تأقلم ضارة، كمثلا عمالة الأطفال. إن جائحة كوفيد-19 قد كشفت النقاب عن أوجه اللامساواة هذه، وبعض البلدان قد وضعت بعض التدابير المؤقتة للاستجابة إلى الجائحة، ولكن نحن بحاجة إلى حلول دائمة في الأجل الطويل لبرامج التأمين الاجتماعي. وتفيد الأدلة أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في تحقيق الحقوق المدنية والإنسانية الأخرى، بما في ذلك الحق في الغذاء والحق في المسكن بما يضمن كرامة الإنسان. في عام 2021 إن الإعلان الأخير بشأن التأمين الاجتماعي يشكل معلما بارزا، فهذا الإعلان يوفر التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع النظامي وغير النظامي، ويجب بالطبع أن نحرص على أن يكون هذا البرنامج شاملا قطر إمكان. وفي هذا الإعلان إن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العاملين أجروا النقاشات لكي يتم توسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في قطاع الزراعة. اليوم سوف نناقش كيف أن هذه البرامج يمكنها أن تتصدى للمخاطر الرئيسية التي يواجهها العاملون في قطاع الزراعة، وتحديد أفضل البرامج للقيام بذلك. وأيضا سوف نناقش كيفية تجاوز أو التصدي للعوائق المالية والإدارية، وهذا النقاش سوف يسمح لنا ب
تفادي كل المشاكل. أود في النهاية أن أشكر مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل وأيضا منظمات الأغذية والزراعة، وأود أن أتوجه بالشكر إلى فريق منظمة العمل الدولية الذي قام بتنظيم هذه الندوة، ونأمل بأن نتوصل إلى برنامج شامل وكفؤ وفعال للحماية الاجتماعية. شكرا حضرة السيد بيتر ريدماركر، شكرا سيرجو وبيتر على تأطير مناقشتنا اليوم. لقد ذكرتم أهمية برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، ولا سيما في السياق الحالي لمنطقتنا، كما عبرتما عن الالتزام الذي يجب أن نقوم به لتحقيق هذه الولاية. ولذلك الآن سوف ننتقل إلى جدول أعمال بحد ذاته. في القسم الأول سوف نستمع إلى زملائنا من مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل، سيما أن هذا المركز قد وجه الدراسات الثلاثة التي وضعت تقارير بشأنها، وبعد ذلك ننتقل إلى المناقشين الثلاثة الذين سوف يعطون آراءهم وتعقيباتهم حول هذه التقارير. أخيراً سوف تتسنى لكم فرصة للمساهمة إذا سوف نستمع إلى ممثلي الحكومات والممثلين الآخرين الذين شاركوا في هذه العملية. لذلك نرجو منكم أن تستخدموا خانة الدردشة لطرح الأسئلة أو إبداء التعليقات، وبعد ذلك سوف نطرح كل هذه الأسئلة على المناقشين أو المتحدثين وعلى مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل. إذن الآن ننتقل إلى القسم الأول من الأقسام الثلاثة. سوف نستمع إلى لوكاس ساتو ونور جلها محمد، وهما مساعدين في ومستشارين في البحوث في مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل. نعرب لهما وللفريق بأكمله عن تقديرنا، وسوف يقدمان لنا هذه التقارير الثلاثة التي سوف نستند إليها في مناقشاتنا اليوم، وسيما أن هذه التقارير تتضمن التحديات التي علينا أن نتصدى لها، وبالطبع سوف يعرضان علينا الحلول التي يمكن أن نلجأ إليها. أعطي الكلام أولاً للوكاس ساتو الذي سوف يقدم لنا الأهداف من هذه التقارير بالإضافة إلى الدروس المستخلصة من التقرير الأول، وبعد ذلك نور جلة سوف تطلعنا على الدروس المستخلصة من التقريرين الثاني والثالث. بالطبع إن وثائق المعلومات الأساسية متاحة على الموقع الشبكي للحدث، وبالتالي يمكنكم الاطلاع عليها، يمكن الدخول إليها من خلال الرابط. ربما يمكننا أيضا أن ندون هذا الرابط في خانة الدردشة. لوكاس لك الكلام، تفضل. شكرا جزيلا لوكا، وشكرا جميعا على حضوركم هذه الندوة. بالطبع سوف نعرض عليكم نتائج الدراسة التي قمنا بها بشأن توسيع نطاق التأمين الاجتماعي للعاملين في قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمالية أفريقيا من خلال تحديد العوائق الأساسية ومناقشة الخيارات السياسية. لقد قسمنا عرضنا إلى 6 أقسام. أولا سوف نقدم لمحة عامة عن المشروع، وبعد ذلك نعرض تقارير البحث، وبعد ذلك المنهجية، وبعد ذلك نعرض التقارير الثلاثة.
كما ذكر أحد المتحدثين إن إحدى الثغرات الرئيسية في الحماية الاجتماعية في البلدان النامية تبقى التغطية المحدودة لبرامج الاشتراك في صفوف العاملين في قطاع الزراعة ولا سيما في الأقاليم أو المناطق حيث أن قطاع الزراعة أساسي بالنسبة إلى سبل العيش مثل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإن الإعلان الوزاري إعلان منتدى الوزاري العربي لعام 2021 يتضمن هدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير النظامي والاقتصاد الريفي والعاملين المهاجرين واللاجئين والمتنقلين. وبالتماشي مع هذه الجهود فإن مكتب الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قد ضافرت جهودها لوضع هذه التقارير، وهذا المشروع أدى إلى 3 تقارير بحثية توضع لمسات الأخيرة عليها اليوم. في التقرير الأول يتناول دور برامج التأمين الاجتماعي في التصدي للمخاطر التي يواجهها العاملون في قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التقرير الثاني يتطرق إلى برامج التأمين أو تمويل برامج التأمين الاجتماعي للعاملين في قطاع الزراعة. والتقرير الثالث يتطرق إلى العوائق الإدارية والعوائق المالية. ولقد أجرينا استعراضنا مكتبيا للأدبيات الموجودة حول حالة برامج التأمين الاجتماعي في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول أفضل الممارسات لتوسيع نطاق هذه البرامج، كما أننا نظمنا عددا من حلقات العمل جمعت أصحاب المصلحة بما في ذلك ممثلين من الوزارات المختصة وبعض السلطات من الأجهزة الوطنية ومؤسسات الضمان الاجتماعي والباحثين والأوساط الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك إن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمركز قد أجروا حوالي 15 مقابلة شملت العراق والجزائر ومصر ولبنان والسودان والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة. والآن ننتقل إلى الدروس المستخلصة الأساسية من التقرير الأول. لقد بينت المشاورات والمقابلات أن العاملين في قطاع الزراعة معرضون مثلا العوامل الكيميائية وللعديد من المخاطر، وكمثال عن أفضل الممارسات إن بعض الدول توسع برامج التأمين الاجتماعي وصولا إلى التغطية الشاملة. تونس مثلا تمكنت من توسيع تغطية التأمين الصحي من خلال تمويل هذه البرامج من مزيج من الاشتراكات وتمويل الضرائب، كما أن العاملين المتدني الدخل سوف يستفيدون من هذه البرامج إذا سوف يحظون بالإعانات الضرورية. ومن بين المخاطر الأخرى التي غالبا ما تذكر هي المخاطر المتصلة بالسلامة المهنية، ولتخفيف من هذه المخاطر وبالإضافة إلى زيادة عمليات التفتيش يقترح توسيع قائمة الأمراض المهنية لتشمل الأمراض السائدة في صفوف العاملين في قطاع الزراعة. في الهند مثلاً
وسع نطاق هذا هذه البرامج ليشمل العاملين في قطاع البناء وأسرهم، وهذه البرامج ممولة من اشتراكات العاملين أيضا، وفي معظم الدول هذه البرامج توفر المساعدة في حال الإصابات أو حوادث العمل. إذن ذكر الذين أجابوا أو شاركوا في هذه الإجابة عن بعض المسائل، وأيضا لقد تحدثوا عن عدم وجود استقرار في التوظيف، وهذا عامل أساسي يعني لا يسمح لهؤلاء العمال بالحصول على التغطية أو التأمين الاجتماعي، وبالتالي لابد من حماية هؤلاء العمال، وهنا لابد أن نفكر بنموذج يقوم على المنافع ولكن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية ترتيبات العمل في القطاع الزراعي بالإضافة إلى موسمية الإنتاج. البرازيل على سبيل المثال تقدم منافع لغير أو للعاطلين عن العمل، وذلك في بعض المناطق وأيضا في بعض المواسم. هنا أيضا لدينا بعض أيضا المخاطر الأساسية، وهي مشاكل متعلقة بالعمر وأخرى متعلقة بالبيئة. لحماية الأشخاص من المخاطر المتعلقة بالتقدم في السن، لقد تم اعتماد بعض التشريعات الوطنية، وذلك للسماح للمزارعين الذين يعملون على حسابهم وللعاملين في قطاع الزراعة غير النظامية للمساهمة في برامج التقاعد الوطنية، وهذا يؤمن التقاعد يعني الاجتماعي من خلال البرامج التي لا تقوم على الاشتراكات، وأيضا الذين ليس لديهم القدرة على الاشتراك في هذه البرامج، وهنا يأخذون بعين الاعتبار التقاعد لكبار السن ويأخذون بعين الاعتبار الأجور المتوسطة التي يتقاضونها. وهنا مثلا في بعض البلدان تم اعتماد برامج جديدة، وهناك أيضا بعض برامج التقاعد التي تكون على هنا على مقاييس صغيرة. إذن هنا كان هناك عنصرين، أولا لعمر 60 يقدمون الاشتراكات، ولكن الأطفال هنا أو هنا هذا يعتمد على عدد الأولاد الذين لديهم. ولحماية العاملين في قطاع الزراعة وذلك من المخاطر البيئية، يمكن للحكومات أن تخلق روابط أمتن بين هذه البرامج وبين أيضا برامج التأمين الاجتماعي للعاملين في هذا المجال، وذلك للمنتجين على بشكل صغير. مثلا في البرازيل لديهم برنامج يقوم على المشاركات على الاشتراكات عفوا، وذلك للمنتجين غير الكبار، وبخاصة في مواسم الجفاف وغيرها. وهناك أيضا بعض المبادرات الخاصة لدعم هذه البرامج، برامج التقاعد وتوسيع نطاق التغطية. إذن التقرير البحثي الأول تحدث كذلك عن النموذج يعني المتكامل مقارنة مع النموذج أو البرامج الموازية، وأيضا قارن بين التغطية الإلزامية والتوعية. في الموضوع الأول تبين في خلال البحث أنه ثمة الكثير من الإيجابيات عندما ننظر إلى البرامج المتكاملة مقارنة مع البرامج الموازية، فهي تسهل الحركة في العمل وتساهم في
تحقيق الاستقرار المالي وأيضاً الدعم المتبادل لبرامج التأمين الاجتماعي. فيما يتعلق بالمقارنة بين التغطية الإلزامية والتوعية، لقد أظهرت الدراسة بأن الاشتراكات التوعية تؤمن التكافل والتضامن وحماية العمال بغض النظر عن التكاليف وعن المخاطر التي قد يحدثها العمال لهذه البرامج، ولكن هذه البرامج لابد أن تكون غير مكلفة، وهذا كله يحسن من القدرات الإدارية في المناطق الريفية. والبرامج التوعية تم تبريرها بأنها تقدم أو تفرض بعض التحديات، وبخاصة كنا نتحدث عن القطاع الخاص، ولكن هذه البرامج التوعية تعتمد عادة على اشتراكات العمال، وبالتالي لا تكلف أو لا تحمل أي مسؤولية لصاحب العمل، ويمكن أن أيضا لا تشمل العمال الأكثر فقرا الذين لا يمكنهم أن يتحملوا تكاليف هذه البرامج. وبعض البلدان لا تلجأ إلى هذا النوع من الاشتراكات التوعية. والآن سأعطي الكلام إلى زميلتي نجيلة التي ستقدم النتائج الأساسية للتقريرين الثاني والثالث. شكرا لوكا. إذن هناك تقرير ثاني وهو يتحدث عن أهم العوائق التي لا تسمح للعاملين في قطاع الزراعة المشاركة في هذه البرامج، برامج التأمين الاجتماعي، وأيضا تتحدث عن بعض الحلول لتخطي هذه العوائق وبعض أفضل الممارسات. إذن بعض التحديات التي وجدناها في هذه الدراسة هي أولا مسألة التكلفة، وبالتالي هنا نقيس القدرة الاشتراكات للعمال في القطاع الزراعة والمنتجين، وهناك الكثير من العمال الذين يتقاضون أجور متدنية وموسمية، وفي معظم الأحيان قد يتقاضون الأجر الأدنى، وبعض الأحيان بعض المساعدات العينية، وهناك بعض المنتجين الذين يعملون على حسابهم، وبالتالي الدخل لديهم محدود، وعليهم كذلك أن يواجهوا مشكلة الاشتراكات المزدوجة، حيث عليهم أن يدفعوا مرتين لهذه البرامج، المشاركة الاشتراك الخاص بهم والاشتراك الخاص بالموظفين. وبالتالي يمكن تخطي هذا العائق من خلال أولاً محاولة قياس القدرة على دفع الاشتراكات من قبل العمال في قطاع الزراعة والمنتجين، وعلى هذا الأساس يمكن التفكير ببعض الاشتراكات المدعومة، وذلك لتوسيع التغطية كما هو الحال في زامبيا، كولومبيا، مصر، المغرب، تونس والأردن. وبهذه الطريقة يمكن أيضا إشراك المنتجين الأكثر ضعفا، وهناك أيضا محاولات لشمولية العاملين في هذا المجال، وذلك من خلال دعم الاشتراكات ومن خلال دعم الحكومة أو دفع الحكومة لهذه النسبة التي هي 12% من الدخل. وأيضا هناك الدخل غير المنتظم، وهذه مشكلة وعائق أساسي، وهذا قد يعود إلى عدة مسائل، ربما موسميات العمل وغيرها من المشاكل. ويمكن تخطي هذه المشكلة من خلال السماح باشتراكات مرنة. على سبيل المثال يتم دفع هذه الاشتراكات في خلال موسم الحصاد، أو حسم هذه الاشتراكات من أجورهم، ويمكن أن تكون هذه الاشتراكات على شكل مثلاً شهري، وهذا ما نسميه بالاشتراكات المرنة، وبالتالي نستبدل الاشتراكات الشهرية ببعض الاشتراكات التي نحسمها من المبيعات، وبهذه الطريقة نقدم الحوافز لأصحاب العمل، لأن هذه الاشتراكات ستخصم فقط في مرحلة الإنتاج، حيث يكون الوضع مختلف عن الأوقات الأخرى. وهنا يمكن أن ننتقل إلى العائق الثالث، ربما سيكون من الصعب إجبارهم على دفع الاشتراكات، وذلك عندما نتحدث عن العاملين في قطاع الزراعة بشكل موسمي ومؤقت. ولذلك تم بعض
حلول لهذه المشكلة وهو اعتماد مقاربة تقوم على الاشتراكات وذلك على أساس بعض الخصائص مثل مثلا سلسلة القيمة الزراعية في لبنان وفي الهند. هذا هو الحال. وهناك أيضا إمكانية لتغطية العمال المستقلين من خلال مقاربات مستقلة التي قد تشمل التصنيف تصنيفهم إلى عدة فئات بحسب الدخل. وأخيرا تم مشكلة يعني أمية مالية وأيضا الشمولية المالية. هنا يمكن أن ننظم بعض الحملات التوعية وتعزيز الدمج المالي لزيادة معرفة العمال في قطاع الزراعة بأهمية هذه البرامج برامج التأمين الاجتماعي، وبهذه الطريقة نعزز ثقتهم بالبرامج وأيضا بهذه الطريقة نزيد من رغبتهم في المشاركة في هذه البرامج. إذن هذه الحملات يجب أن تصمم بشكل خاص لبعض العائلات. مثلا في ألمانيا لقد وضعوا برنامج للتثقيف وهدف إلى زيادة الشمولية الاجتماعية، وكانوا يقومون بإدارة الأموال ويعتمدون على أدوات متعددة في هذا الإطار. وهنا يمكننا أن ننتقل إلى التقرير الثالث من هذه السلسلة، وهنا نناقش بشكل أساسي العوائق الإدارية التي تؤثر على شمولية العاملين في قطاع الزراعة في هذه البرامج برامج التأمين. وهنا نحن نتحدث عن عدة عوائق، وأيضا يهدف ذلك إلى توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل مناطق متعددة. إذن العائق الإداري الأول كان تعقيد الإجراءات الإدارية. هناك إجراءات معقدة طويلة ويستغرق الكثير من الوقت لتسجيل الشخص والاستفادة من هذه المسائل، وكل ذلك يشكل عائقا أمام العامل في مجال الزراعة، وهذا يفسر كيعني مماطلة في الوقت. وبالتالي الحل هنا المطروح هو تبسيط هذه الإجراءات والمتطلبات واعتماد يعني عمليات إدارية تلبي حاجات العمال في قطاع الزراعة بشكل أساسي وتعزز الأدوات الابتكارية. والبعض يتحدث عن استخدام التكنولوجيا وبعض يعني الأدوات التقنية. هناك بعض هناك هذا النظام الذي يسمونه المونوتاكس أو الضريبة الأحادية كما في الأوروغواي. هناك أيضا مشكلة البعد، يعني المساحة بين المزارعين الذين يعيشون في الأرياف ويعني في المناطق التي يعملون فيها. هناك مسألة التنقل وغير ذلك، ويمكن تخطي هذه المشكلة من خلال العمل على زيادة تواجد مزودي التأمين الاجتماعي في أماكن عمل هؤلاء الأشخاص، ويمكن أن يكون هناك سياسة الشباك الواحد. مثلا في الجزائر لقد خلقوا حوالي 48 يعني مركز في كل ولاية، وهنا يمكن للشخص المضمون أن يجد كل ما هو بحاجة إليه للاستفادة من التأمين الاجتماعي. إن في بعض الحالات لا يكون لمزودي التأمين يعني القدرات المالية والإدارية لذلك، ويمكن تخطي ذلك من خلال الشبكات الموجودة ومن خلال أيضا مؤسسات على مستوى الريف. وأيضا هناك مشكلة أخرى وهي غياب الوعي بأهمية هذا التأمين الاجتماعي وأيضا الحاجة إلى معلومات. وهنا هذا الموضوع موجود بشكل أساسي في الأرياف، حيث ثمة مستويات من الأمية، ليس هناك مستوى عالي من التعليم، وهناك غياب للمعلومات. وبالتالي نحن نقترح أن نحسن التواصل بين مزودي التأمين الاجتماعي أصحاب العمل والعاملين في قطاع الزراعة، وذلك
توعيتهم بمسؤولياتهم وبأيضا حقوقهم، وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى هؤلاء العمال في الأرياف، ولابد من أيضا تثقيف هذه الفئة من الأشخاص، ويمكن أيضا نشر المعلومات من خلال القادة المحليين، وذلك لتقليص الكلفة، وربما كذلك يمكن أن يكون هناك يعني بعض أجزاء المتنقلة للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية وفي الأرياف، وكل هذه الحلول قد تكون ممكنة. على سبيل المثال، استراتيجية التواصل التي استخدمت في كابي فيردي تألفت من ثلاث مراحل. أولاً نظموا يعني حملات تواصل، وذلك من خلال الإعلام، وتحدثوا عن أهمية هذا التأمين، وعملوا على ورش عمل معهم، وافتتحوا مراكز خدمة في المناطق النائية للوصول إلى هؤلاء الأشخاص. بعد ذلك لدينا العائق الخاص بالتفتيش وأيضا التحديات التطبيق. إذن ليس هناك عقود عمل مكتوبة ودخل حيز التنفيذ في هذا المجال، وبالتالي هذه المشكلة. وكحل مقترح يجب تحسين العمليات التفتيش وإنفاذ القانون، وذلك وبخاصة يعني في مجال الاشتراكات في التأمين الاجتماعي، وذلك كله للعاملين في قطاع الزراعة، ومن خلال تعزيز هذا النظام، نظام التفتيش والربط التسجيل بالتراخيص إدارية، وتحسين أيضا آليات هنا المراقبة. مثلا في الأردن لقد ضموا أو شملوا كل السائقين، وهذا الضم كان إلزاميا، وبهذه الطريقة يمكن أن يحصلوا على هوية السائق وعلى التسجيل لديهم. أيضا هناك مشكلة أخرى، وهي غياب التمثيل والمنظمات. إذن هؤلاء الأشخاص يصبحون أكثر تهميشا، ولا يكون لديهم الفرصة لكي يتم تمثيلهم بشكل جيد في الحوارات الاجتماعية. تخطي هذه المشكلة لابد من زيادة مشاركة العمل في قطاع الزراعة في المنظمات، الهيئات التعاونيات والاتحادات، وذلك لزيادة وعيهم بحقوقهم، وأيضا لزيادة معرفتهم بأهمية التأمين الاجتماعي. وأخيرا تمت مشكلة غياب الرقمنة في برامج التأمين الاجتماعي، وهذا يجعل يعني عمليات التأمين الاجتماعي أكثر استهلاكا للوقت، وهذا يخفض من بالطبع الفعالية، وبالتالي لابد من التفكير بخلق منصات على الانترنت، وذلك لتسهيل هذه المشاركة للعمال، وبالتالي يصبح وصول العمال إلى المعلومات أسهل ويزيد من التغطية. إذن لابد من موازاة ذلك مع الحملات المختلفة، وهذا لكي يحصل العمال ليس فقط على المساعدات العينية أو الأدوات وغير ذلك، ولكن أيضا على الأدوات الرقمية، وبهذه الطريقة يمكن توسيع تغطية الإنترنت في هذه المناطق الريفية، لأنه ثمت مشكلة في التغطية ولا يحصل الأشخاص على هذه التغطية، وبالتالي لا يعرفوا بالمعلومات. أيضا أود أن أقول أن هناك الكثير من الدول في المنطقة، مثلا في الأردن، حيث هناك برامج للعاملين المستقلين لكي يتسجلوا في، وهناك أيضا برامج خاص بالصيادلة في لبنان، و في المغرب ثمت مغرب، وفي تونس ثمت تطبيق خاص بالنساء في مجال الزراعة. وبذلك أود أن هنا أنهي هذا العرض. أود أن أذكر تصحيحا، هذه التقارير ليست متاحة حتى الآن، ليست علنية، ولكن ستكون متاحة بعد الوقت. لوكا، شكرا إلى لوكاس ونرجيلا لإعطائنا هذه اللمحة العامة عن العمل
جيد جدا الذي أجري في الأسابيع الأخيرة لتوثيق كل هذه المعلومات وتقديم التحاليل لكم حول العوائق الحلول وأفضل الممارسات. وهذا التقرير سيكون متاحا للجميع بعد بعض الوقت، ولكن نود أن يعني نقتنص الفرصة لكي نعرف ما هو رأيكم حول هذا التقرير أو الدراسة، ما رأيكم بالعمل، ربما نسينا بعض المسائل، لذلك نود أن نعرف ما هي تعليقاتكم. لدينا أكثر من 90 شخص معنا اليوم من مختلف الدول في المنطقة، لذلك نود أن نستفيد من ذلك ونصغي إليهم. يمكنكم القيام بذلك من خلال طريقتين، إما تكتبوا التعليق أو السؤال في خانة الدردشة، أو هناك أيضا خاصية في أسفل الشاشة اسمها Q&A، ويمكن هناك أن أيضا تكتبوا التعليق أو السؤال، وسنتولى ذلك في القسم الأخير من حديثنا اليوم. أما الآن فنستمع إلى بعض التعليقات من متحدثين ثلاث مهمين جدا معنا اليوم، ونحن نود منهم أن يعني طلبنا منهم أن يقرأوا الأوراق بشكل هنا دقيق لكي يعلقوا على هذه الأوراق، وربما يقترحوا علينا بعض المسائل. يمكن أن نضيف ذلك إلى جدول أعمال الوطني والمحلي، وكل واحد منهم لديه دور. لذلك سنبدأ مع السيد مؤيد بشارات، وهو مدير اتحاد لجان العمل الزراعي في دولة فلسطين، وكذلك مؤيد سيعطينا رأيه حول التقرير الأول من هذه السلسلة الذي يبحث في عملية تحسين هذه التأمينات الاجتماعية لتلبية حاجات العاملين في قطاع الزراعة وأيضا تخطي المخاطر. وبعد ذلك سنعطي الكلام إلى السيدة ميرفت صبرين، وأخيرا نغلق هذه الجلسة بالاستماع إلى السيدة نيجا هايوني. لذلك سأعطيك الكلام أولا مؤيد، إذن ما رأيك بالورقة الأولى وكيف تظن بأنها ترتبط بفلسطين وبالمنطقة؟ في البداية شكرا جزيلا على هذه الفرصة للمشاركة والحديث عن برامج التأمين الاجتماعي التي تخص العاملون في القطاع الزراعي. كانت الورقة مكثفة وناقشت العديد من الجوانب المهمة التي يمكن البناء عليها سواء في فلسطين أو في المنطقة ككل، المنطقة العربية وشمال أفريقيا. سأتحدث بتلخيص عن أبرز النقاط التي وجدت ضمن هذا التقرير. طبعاً هذا التقرير الأول والمعنون بدور برامج التأمين الاجتماعي في التصدي للمخاطر التي يواجهها العاملون في القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا التقرير سلط الضوء على أبرز المخاطر التي يواجهها العمال أو العاملين في القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تبين أن هناك 5 مخاطر رئيسية، أبرزها مخاطر متعلقة بالصحة ومعوقات تغطية الرعاية الصحية، مخاطر مرتبطة بالسلامة المهنية وإصابات العمل، ومخاطر مرتبطة بعدم استقرار العمل والبطالة، ومخاطر أخرى مرتبطة بالسن، وأخرى مرتبطة بالبيئة المحيطة بالعاملين. يشكل العاملون في قطاع الزراعة 18.7% من القوة العاملة في المنطقة العربية في حسب البيانات العام 2019. كذلك تظهر تقديرات منظمة العمل الدولية أن أكثر من 90% من العاملين في القطاع الزراعي في البلدان المنخفضة والمتوسط الدخل يعملون في وظائف غير نظامية، وعادة لا يحظون بتغطية برامج تأمين اجتماعي ومزايا مثل معاشات الشيخوخة وإعانات إصابات العمل والأمومة والتأمين الصحي. كذلك التقرير أوضح وركز على أهم العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى استبعاد سكان الريف من خدمات الرعاية الصحية في الدول العربية، ومن بينها عدم المساواة بين المناطق الريفية والحضرية، والعوائق الخاصة بالنقل، البنية التحتية أو ما يتعلق بالمرأة، أو تجهيزها بما يتعلق بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. أما بما يخص بالسلامة المهنية، أشار التقرير أن العاملين في قطاع الزراعة أكثر
عرضة للمعاناة من مشاكل صحية بسبب الافتقار إلى معدات الحماية الكافية للتعامل مع الكيماويات والمبيدات السامة. وكذلك أشار إلى أن المرأة تتأثر بشكل خاص بانعدام السلامة المهنية، وكذلك بشأن المخاطر المرتبطة بالنقل غير المرائم كما ذكر التقرير في تونس والمغرب. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أشارت الدراسة الخاصة بواقع عمال الزراعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والتي نشرها اتحاد لجان عمل الزراعة في العام 2021 أن 85% من العمال يتعرضون لمخاطر مختلفة ناتجة عن بيئات عملهم، 62% يعملون أكثر من 8 ساعات باليوم، وأن 80% لا يتلقون أي تعويضات ناتجة عن إصابات العمل. بالإضافة لذلك يتعرض كما ذكر التقرير يتعرض مهاجرون والنازحون قصرا بشكل خاص لظروف عمل غير آمنة كما ذكر التقرير الحالة العمال السوريين في الأردن. كذلك تطرق التقرير إلى أهم التعديلات التي يمكن إجراؤها على برامج التأمين الاجتماعي والتي يمكن أن تستجيب للمخاطر التي واجهها العمال والعاملين في القطاع الزراعي، ومن أهمها التأمين الصحي، استحقاق إصابات العمل، إعانات البطالة، المعاشات التقاعدية بما فيها معاشات كبار السن، والتوسع إلى ما بعد التأمين الاجتماعي ليشمل التأمين الزراعي. بخصوص التأمين الصحي لدى تونس تجربة رائدة في هذا المجال، حيث تمكنت تونس كما ذكر التقرير تمكنت تونس من تغطية 94% من سكانها بالرعاية الصحية بدءا من العام 2013، ولمصر والمغرب التي تشرع لتنفيذ خطة تأمين صحي شامل بحيث يغطي العمال الزراعيين بشكل تدريجي كذلك تجربة رائدة في هذا المجال. أما بما يخص إصابات العمل فذكر التقرير أن معظم العاملين في قطاع الزراعة يفتقرون إلى تعويضات إصابات العمل في منطقتنا. إعانات البطالة كذلك فإن برامج التأمين ضد البطالة غير متطورة أو حتى غير موجودة في منطقتنا، حيث تشير التقديرات قبل كارثة وباء كوفيد 19 إلى أقل من 10% في المنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة ب 18.6% في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن إدخال التأمين ضد البطالة ليس بالأمر السهل. وكذلك ذكر التقرير في خاتمته التصاميم المختلفة لبرامج التأمين الاجتماعي ما بين البرامج المتكاملة أو البرامج الموازية كما ذكرها وبتوضيح لوكاس، وكذلك برامج ذات تغطية إلزامية وبرامج أخرى ذات تغطية تطوعية. سواء كانت البرامج متكاملة أو موازية فإنه يوصى بدمج العاملين في القطاع الزراعي في برامج التأمين الاجتماعي السائدة، ولكن مع توفير حزم مزايا مختلفة تتوائم مع احتياجاتهم الخاصة وقدرتهم على الاشتراك كالنظام المتبع في تونس والتعديلات والتحديثات التي اتبعتها مصر، دليل على إمكانية التطبيق في منطقة. وفي المنطقة أيضا تبرز عدم كفاءة البرامج الطوعية لتعزيز التغطية الكافية، حيث تجتذب أقل من 10% فقط من جميع الأشخاص المؤهلين. من حيث الاستجابات الممكنة للتأمين الاجتماعي بناء على المخاطر الرئيسية ذكرها بوضوح السيد لوكاس كل نوع من المخاطر والاستجابات الواضحة عليه. لكن بخصوص الحالة الفلسطينية على وجه الخصوص فهناك بعض التوصيات التي تتقاطع ما بين نتائج التقرير ونتائج الدراسة التي نفذناها في العام 2021. أذكر بعض منها. أولاً تجديد الرقابة والتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارتي العمل والزراعة الفلسطينيتين على استخدام الكيماويات من أسمدة ومبيدات والبحث عن بدائل أكثر أمناً على صحة العمال والمستهلك والبيئة. تغليظ العقوبات لمخترقي قانون العمل وبشكل خاص فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل المخصصة بالنساء. توصية لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني بإنشاء محكمة خاصة للبت بالنزاعات العمالية وتعيين قضاة متخصصين في هذا المجال. إدراج العاملين في القطاع الزراعي بقانون العمل أسوة بباقي العمال وتخصيص باب خاص بالعمال الزراعيين أو إصدار قانون خاص بهم. إعداد قواعد للتوظيف المنصف في الزراعة للحماية من التحايل والتعسف في ممارسات التوظيف. على وزارة العمل الفلسطينية إعداد مشروع قانون عصري للضمان الاجتماعي، خاصة أن فلسطين تفتقر للضمان الاجتماعي واضح المعالم بالشراكة مع كافة الأطراف العلاقة وينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. إلزام أرباب العمل بتنظيم عقود مكتوبة للعاملين تضمن حقوق العاملين بما يراعي القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
وكملخص وكقراءة نهائية للتقرير، التقرير هناك إمكانية للوصول إلى الحماية الاجتماعية الكافية للعمال في جميع أنواع العمالة سواء كانت نظامية أو غير نظامية، وجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولية وفعالية من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية كما هو الحال في تونس، مصر أو الصين، تركيا والبرازيل. وشكراً على الجهود المبذولة في هذا المجال ولا إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا الويبينار. شكراً لوكا. شكراً جزيلاً مؤيد. أود أيضاً أن أشكر المترجمتين اللتين تقومان بعمل ممتاز إذ أنهما تتبعان الحديث الجري بسرعة كبيرة. والآن نعطي الكلام للمتحدث التالي، ولكن نرجو منكم التحدث ببطء. شكرا إذن لمؤيد، نحن نقدر لك كلماتك الأخيرة، ما أنك قلت إنه من الممكن إحراز تقدم، وقد أحرزت بلدان المنطقة تقدما، فهذا هو بموجب تحفيز وإلهام لأدول الأخرى. والآن نعطي الكلام للسيدة ميرفين نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والحماية وشبكة أمن الاجتماع السلامة الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي في مصر. في هذا إن سوف تتطرق إلى التقرير الثاني وسوف تقول الذي أنجزته مصر في هذا المجال لسيما بالنسبة للتمويل، وإنني أطلب من المتحدثة أن تلتزم بالوقت المخصص لها أي 10 دقائق. يسرني أن اليوم في هذه الندوة حول توسيع تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين في قطاع الزراعة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنظمة من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل. إن التقرير المتعلق بتمويل برامج التأمين الاجتماعي للعاملين في الزراعة يتطرق إلى العديد من النقاط، ولدي بعض النقاط. إن بعض التأمين الاجتماعي التي تمول بمزيج من الاشتراكات وتمويل الضرائب إنما يواجه أو يشكل تحديا بالنسبة إلى العديد من البلدان ومن بينها مصر. لذلك إن المشاركة في برامج التأمين الاجتماعي قد يحرم العاملين في قطاع الزراعة من المساعدة الزراعية، مهم بمكان أن تواصل الحكومة توفير المساعدة للعاملين في قطاع الزراعة ولا سيما في ظل الأزمات. وينبغي أيضا إقامة صندوق للعاملين في قطاع الزراعة بغية التعويض عليهم حين يفقدون دخلهم أو حين تلع أزمة، كما أن هذه البرامج يمكن أن تحث العاملين في قطاع الزراعة على المشاركة فيها، وبالتالي يجب أن تضع حكومات البرامج التي تراعي مختلف الفئات ومختلف الأعمار. ومن الصعب بالنسبة قطاع الزراعة يدفع الاشتراكات بسبب تدني دخلهم، وبالتالي إن هؤلاء المزارعين قد يضطرون على دفع مبالغ كبيرة. و
ذلك يجب أن توضع البرامج التي تراعي قطاع الزراعة على أن يتمكنوا من دفع الاشتراكات وفقا لقدراتهم المالية. وهنالك أيضا العديد من العاملين الذين بشكل يومي أو بشكل موسمي، وبالتالي يجب أن توفر لهم خيارات مرنة في الاشتراك. كذلك إن برامج التأمين الإلزامي في مصر مثلا تحدد نسبة معينة للعاملين في قطاع الزراعة، ولذلك يجب أن نعزز المنافع التي يمكن أن يستمدها العاملون في قطاع الزراعة من برامج التأمين الاجتماعي، كما أن المفتشون يقوموا بزيارات منتظمة ليتأكدوا من أن هذه البرامج تتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية. وبالتالي تقدم الخدمات الاجتماعية والمالية التي يمكنها أن تستجيب لاحتياج العاملين في قطاع الزراعة. وإن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أجرت دراسة لترى سبب عدم مشاركة العاملين في قطاع الزراعة في برامج التأمين الاجتماعي. وفي مصر نحن نتكلم عن 10 ملايين من الأشخاص يعملون في قطاع الزراعة، وهذه الدراسة خلصت إلى ضرورة توفير مصادر واضحة ومبسطة من المعلومات. كما أن غياب عقود نقطية بين أصحاب العمل والعمال إلى تدني معدل اشتراك العاملين على حسابهم الذاتي، كما أن استقرار الدخل وتنويع الاقتصادية قد يسمح بدفع الاشتراك على أساس شهري. هذا هو السبب الرئيسي لعدم مشاركة العاملين في قطاع الزراعة في برامج التأمين الاجتماعي. ولتجاوز هذه العوائق المالية أطلقت مصر في بداية عام 2022 برنامجا مكملا للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع شركة تأمين، وإن هدف البرنامج الجديد هو التكيف مع احتياجات العاملين في قطاع الزراعة. وهذا سوف يسمح بتحديد قيمة اشتراكات ويسمح للعمال من دفع اشتراكاتهم والاستفادة من منافع البرنامج. وإن قسط التأمين قد يحدد كل شهر أو كل فصل أو كل سنة كما يرغب به العامل، وإن سوف للمزارعين أن يحصلوا على معاش تقاعدي. شكرا جميعا على إصغائكم. شكرا جزيلا حضرة السيدة. أعتقد أن هذه كانت مداقة
دقيقة جدا تشير إلى أهمية النظر ليس فقط العوائق المالية بل أيضا في العوائق الإدارية. ولقد حدثنا أيضا عن كل البرامج الجديدة والمبتكرة التي وضعت في مصر لتحقيق التغطية الشاملة للعاملين في قطاع الزراعة الذين يبلغ عددهم 10 ملايين شخص كما ذكرتي. سوف يتواصل هذا النقاش في الإقليم لنرى كيف يمكننا أن نحرز تقدما على هذا المستوى. أخيرا وليس آخرا سوف نعطي الكلام لجاه يوني نائب مدير التخطيط في وزارة الزراعة والموارد المائية والأسماك في جمهورية تونس. لقدنا إلى ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن التأمين الاجتماعي والآن سوف نستمع إلى وجهة نظر الزراعة. ما هي الدروس المستخلصة من التقرير الثالث الذي يتطرق إلى العلاقة الإدارية والقيود لجهة القدرات؟ شكرا جزيلا. في البداية أتقدم بالشكر والتقدير لمركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل والمكتب الأقليمي لمنظمة الفاو في شمال أفريقيا ومنظمة العمل الدولية على كرم الدعم. Your sound is a little bit low, so could you please raise your voice or maybe bring the microphone closer to you so the interpreters can hear you correctly. Apologies to interrupt you. والآن معناها تسمعوني؟ Please go ahead. Please go ahead. إذن بعد شكركم على الدعوة وحسن التنظيم أهنئ الفريق الباحث على جودة التقرير وشموليته والتي تدل على الجهد الكبير الذي بذل في سبيل إنجاز هذا التقرير، واسمحوا لي بتقديم بعض الملاحظات حول هذا البحث أو الدراسة. التقرير قدم تشخيص واقعي ودقيق وأبرز الخصوصيات التي تميز المجتمعات الريفية والنشاط الفلاحي وطبيعة النشاط الفلاحي والعوائق التي تحد من انخراط العمل الفلاحيين وصغار الفلاحين في برامج الحماية والتأمين الاجتماعي، مع التأكيد على البعد الجندري النساء لما يفرضه من حواجز إضافية. التقرير حول العوائق الإدارية قسم هذه العوائق إلى 6 أقسام. قسم يتعلق بصعوبة الإجراءات والتعقيدات الإدارية، والقسم المتعلق بالبعد ونقص البنية التحتية. ثم هناك القسم الثالث الافتقار إلى الوعي وغياب المعلومة الكافية للمتعاملين، ثم ضعف إمكانيات الرقابة والتفتيش، غياب الهيكل المهنية والتنظيمات التي تمكن من زيادة الوعي بضرورة الانخراط، وكذلك ضعف أو غياب الرقمنة. بالنسبة لي كنت معناها أقسم نوعية العوائق الإدارية إلى 3 أقسام كبرى عوض عن 6، لأنه ثم هنالك معناها تكرار لبعض المسائل. القسم الأول يتعلق بالقصور ومحدودية منظومة التأمين والحماية الاجتماعية في ذاتها، معناها endogenous يعني داخلية للمنظومة. القسم الثاني يتعلق بقصور ومحدودية يتعلق بالحواجز التي تحول دون الوصول إلى منظومات الحماية الاجتماعية affordability barriers. والقسم الثالث له طابع أفقي يتعلق بتوفير البيئة السياسية التي تمكن من تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الرفاه للمجتمعات الريفية بصفة عامة. في القسم الأول من العوائق المتعلق بمحدودية المنظومة يمكن إدراج البيروقراطية المفرطة والتعقيدات الإدارية
وطول الإجراءات وضعف القدرات المادية والبشرية للمنظومة على مستوى البنية التحتية وتكوين الإطارات المشرفة في مجال التواصل والقدرة على التفاعل وإيجاد الحلول بالإضافة إلى ضعف الرقمنة أو غيابها وهو ما يحد من إمكانية المراقبة والمتابعة والتقييم والإصلاح ويخلق عدم الثقة في البرنامج والمنظومة الحمائية ككل ويؤدي إلى العزوف عن الانخراط في أنظمة التأمين الاجتماعي. القسم الثاني المتعلق بالأكسس باريرز وتشمل المعوقات اللغوية الأمية بصفة عامة من الأمية للقراءة والكتابة ولكن الأمية الرقمية والأمية الرقمية أصبحت تطرح إشكال كبير جدا في العالم الزراعي بأنه الآن الرقمنة يعني تفتح آفاق كبيرة جدا على مستوى التسويق ووصول المعلومة ويمكن أن تكون معناها تتيح مصدر دخل هام جدا لصغار المزارعين وبالتالي مصادر دخل إضافية تمكن من الانخراط وتعطي معناها الوسائل الضرورية للإقبال على الانخراط في المنظومات الاجتماعية. هنالك بعض العوائق الذهنية والثقافية التقرير لم يأتي معناها عليها بصفة واضحة وهو خاصة في المجتمعات الشرقية كل ما هو المعتقدات والموروث الثقافي والحضاري في المجتمعات الريفية الشرقية معناها ليست فقط النظرة الدونية للمرأة ولكن يعني هنالك يعني كأنه معناه سامحوني قضاء وقدر يعني هو قضاء وقدر أن يكون هكذا أن معناه حتى ولو حدث له حادث شغل وهنالك نساء تمتنا مثلا في تونس في عملية نقل العمل هنالك العديد من الحوادث وعشرات النساء يقتلن سنويا في عملية النقل ومعناه يقولن هذا قضاء وقدر وهذا أجلها المحتوم وليس معناها لا يطرحون مسألة الاستهتار أو التعويض المادي معناها تعتبر حادث طريق يعني في النهاية وليس حادث شغل يعني هنالك عمل كبير جدا يجب أن يقام على تغيير العقليات ومثلا المسألة الأخرى هي التقاعد في العقلية الفلاحين المزيرين مثلا في تونس ليس هنالك تقاعد هو يعمل إلى آخر يوم في حياته كما يقول يعني ليس بحاجة إلى تقاعد وليس يعني بالتالي ليست هنالك حاجة إلى الانخراط في منظومات التأمين الاجتماعي يعني هنالك عمل كبير جدا على هذا المستوى يجب القيام به بالإضافة إلى معناها الحواجز المتعلقة بالمزارعين والعاملين في القطاع الفلاحي هو تشتتهم وضعف القدرات المالية لصغار المزارعين وغياب أو ضعف الهيكلة والتنظيمات المهنية في الوسط الريفي معنى هذيك الأجسام الوسيطة ما بين المنظومة الحماية وبين المزارعين الصغار معناها مفقودة تكاد أو لا حتى وإن وجدت فهي لا تقوم بدورها بالشكل الجيد في القسم الثالث من العوائق المتعلق به معناها البنية أو الإطار العام البنية السياسية والبيئة السياسية معناها نجد المنوال الاقتصادي في علاقة بالسياسات الزراعية والغذائية معناها أسعار المواد الغذائية التي تؤثر مباشرة على دخل المزارعين وكلفة اليد العاملة وعندما تكون أسعار متدنية ينعكس ذلك على مستوى التشغيل والأجر الفلاحي وبالتالي معناه لا يعطي يعني لا يفسح المجال للانخراط في منظومات الحماية الاجتماعية المنوال الاقتصادي الذي يمكن من تنويع مصادر الدخل الاقتصادية في المناطق الريفية التي لا يزال يغلب عليها الطابع الزراعي وضمان البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والتعليم والصحة والسكن والاتصالات والتشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين وتشجع وتدعم القطاعات والأنشطة المنظمة والمهيكلة وأعتقد أن هذا الجزء لم يظهر بصفة جلية في التقرير وإنما ضمنياً implicitly معناها هو موجود في أماكن كثيرة في التقرير وكان يمكن تجميعها وتبويبها في محور مستقل لذاته لأنه معناها المسألة هامة جداً على مستوى السياسات التنموية بالنسبة للحلول المقترحة في باب العوائق الإدارية أشارت الدراسة إلى عدم وجود وصفات جاهزة أو حلول موحدة وهذا صحيح معناه جداً يعني فعلاً هو
يعني ما تمش حلول سحرية أو حلول ممكن تكون يعني تنطبق في جميع البلدان. تقرير في الواقع معناه وهذا يعني مسألة تحسب له لم يكتفي في وضع قائمة من الحلول أمام كل مشكل أو معوق، وإنما قدم أمثلة حية للتجارب المبتكرة في بعض البلدان من أجل التغلب على هذه القيود الإدارية، وهي تجارب جديرة بالتوقف عندها لفهم المضمون الإصلاحي وخاصة إطار التنزيل الكونتكست حتى تتسنى الاستفادة منها. معناها كل إصلاح عنده خلفية، عنده خلفية وعنده أدوات، وحتى أن تتمكن البلدان معناها من أخذ العبرة ومن ربما إعادة التجربة، من الضروري أنه نفهم يعني الإطار ككل. صحيح أن الدراسة معناها ليس مجالها وليس المجال للتعمق في كل هذه الأبعاد، ولكن نتمنى أنه يكون معنا في وقت لاحق يعني مد الدول ب يعني معطيات مستفيضة حول هذه التجارب. أهم هذه الإصلاحات التي ذكرت هي الجانب الضريبي مثلا في الأوروغواي، هي تجربة جديرة معناها بالاحترام، الرقمنة التي تعتبر الأكثر انتشارا والأقل تكلفة بالنسبة للدول وكذلك للمستفيد معناها من ناحية المنظومة ومن ناحية العمل، لأن الحلول المتعلقة بدعم مثلا معناها ثم أوردوا العديد من مثلا دعم الموارد البشرية ومراكز بناء مراكز أخرى أو المراكز المتنقلة، هي حلول معناها مكلفة وربما غير مجدية، لأنه حتى التقرير ذكر أنه ليست هنالك تقييم معناها جدي لهذه المسائل، لأنه بعض المراكز مثلا ليس هو السبب الرئيسي في الواقع، وقد يكون ثانويا جدا بالنسبة للعديد من الدول، وهذيك كان من المفروض أنه تقع يعني تحديد أولويات، يعني إعطاء كل إجراء أو كل إشكال وكل حل كان يمكن أنه إعطاءه ترتيب في الأهمية وفي الأولوية حتى من تستعين الدول بهذه. كذلك منها كان من المحبذ أن تكون هنالك حلول صفر كلفة، حلول غير مكلفة بالنسبة لميزانية الدول التي تعاني من إشكاليات على مستوى المالية العمومية والتي قد تعيق فعلا الذهاب إلى إصلاحات جوهرية. كان منها من كنا ننتظر أن تكون هنالك حلول دون إضافة كبيرة، منها كلفة إضافية كبيرة. هنالك منها دعوة المجتمع المدني المناصر لحقوق الإنسان ولحقوق العاملين والعاملات في القطاع الزراعي وكذلك للمهاجرين، الدفاع عن المهاجرين، دعوتهم ويعني انخراطهم في هذه العملية. إذن كل التجارب المقدمة والحلول المبتكرة جديرة بالاهتمام ويمكن الاستفادة منها، و لحبذا لو في وقت لاحق من الدراسة أن يتم تجميع ملخص بأهم التقييمات العلمية، خاصة دراسة آثار هذه الإصلاحات ومزاياها وكذلك تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية بطريقة موضوعية، معناها لتستنير بها الجهات المختصة في رسم السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية. وشكرا جزيلا وعذرا على الإطالة. شكرا جزيلا على وجهات النظر هذه حضرة السيدة هيوني، شكرا لمساعدتنا على تغطية هذا النقاش في السياق الأكبر لأهمية العاملين في الزراعة في اقتصاديات بلدان. وبالطبع لقد ذكرت أنه يتوجب على الإدارات وعلى الحكومات أن تحدد أولويتها، إذ نحن نعي بالطبع ضعف الموارد وأهمية تخصيص هذه الموارد لتمويل احتياجاتنا، فنحن نعرف أن هنالك قدرات محدودة في مجال برامج التأمين الاجتماعي. وشكرا لأنك ذكرتنا بالتحديات التي نواجهها
جهة توسيع نطاقية برامج التأمين الاجتماعي بحيث تشمل العاملين في قطاع الزراعة. لا يجب أن ننسى أن هؤلاء العمال هم أيضا عمال مهاجرين ولا يمكنهم دائما الانضمام إلى برامج التأمين الاجتماعي، سيما أن بعض هذه البرامج لا تشمل العمال المهاجرين. لقدرنا بالاستماع إلى مداخلات المتحدثين الثلاثة، ونحن نود أن نشكرهم على إسهاماتهم وتعليقاتهم المتنوعة. والآن ننتقل إلى القسم الأخير من ندوتنا، بحيث سوف نستمع إلى رأيكم ووجهات نظركم، وسوف نسأل أو نطلب الآن من زميلتنا في منظمة الأغذية والزراعة أن تعطينا ملخصا عن كل التعليقات التي وردت من وزارة الزراعة ووزارة العمل، ولقد أبدو بالنسبة إلى التقارير وعبروا عن الأولويات التي تبدو لهم الأهم. إذن سوف الكلام الآن لداليا وبعد ذلك لممثلي الحكومات وممثلي مختلف المنظمات. يمكنكم أن تستمروا في تدوين ملاحظاتكم في خانة الأسئلة والأجوبة أو خانة الدردشة. أمامنا وأعتقد أننا طبعا نحترم الوقت المخصص لنا. داليا تفضلي. شكرا لوكا، وشكرا للدول اللي بعتت ملاحظاتهم عن طريق الإيميل. share my screen. الجدول المعروض بيلخص ردود 4 دول بالنسبة للتحديات اللي بتواجههم في تنفيذ برامج التأمين الاجتماعي بشكل شامل للقطاع الزراعي. نبتدي بالمغرب، وهي دولة تعتبر متقدمة في نظم الحماية الاجتماعية. أشاروا لصعوبة في تنسيق بين الوزارات وصعوبة في تحديد المنتفعين وتقدير حجم المساهمات، مسألة التمويل طبعاً لازم لتوسيع برنامج التأمين. أشاروا لخصائص القطاع الزراعي اللي بتعيق في تنفيذ الحماية الاجتماعية، زي معدلات الدخل اللي مش ثابتة ومتغيرة بسبب الموسمية أو الظروف المناخية، والنشاط الزراعي اللي في أحيان كتير بيبقى إلى جانب مهنة أخرى أو مصادر دخل مختلفة. على أي أساس ينضم إلى نظام الأمن الاجتماعي؟ دولة اليمن برضو أشارت لمعدلات الدخل المتغيرة، وأضافوا مجموعة من التغيرات التحديات بما فيها عدم وجود مرونة في نظام دفع الاشتراكات، قانون عمل لا يشمل قطاع الزراعة، ارتفاع في نسب البطالة والفقر والعمالة الغير رسمية بسبب الحرب وبسبب تدهور في إنتاجية الزراعة، عدم تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي وعدم وجود رعاية صحية جيدة في المناطق الريفية، وأيضا نسبة أمية عالية وقلة الوعي بمزايا التأمين الاجتماعي. ننتقل لدولة الإمارات، أضافوا إشكالية مهمة جدا اللي هي وجود عمالة أجنبية. العمالة الأجنبية في الإمارات ليهم تأمين صحي ومكافأة نهاية الخدمة بس من غير معاش التقاعد، ومفيش تنسيق طبعاً مع الدول المنشأ بالنسبة إلى التأمين الاجتماعي. أخيراً فلسطين أشارت لظروف الاحتلال وتقليل عدد الأسر أو العاملين المعتمدين على الزراعة بشكل جزئي أو كلي، وعدم القدرة على دفع المساهمات بشكل منتظم، ونقص في العمالة الماهرة في الزراعة، بل بالعكس انتشار الطبع الغير رسمي بالذات في شكل الزراعة الأسرية.
ذكروا في حالة الزراعة الأسرية السيدات ما لهمش أجور أو حق في التأمينات، وأفراد الأسرة بما فيهم أحياناً أطفال وعمالة أطفال بيكونوا معرضين لمخاطر صحية. الأخوة من فلسطين أشاروا أيضاً لموضوع مهم، وده عدم وجود تأمين زراعي. إحنا في الفاو بنعتبر ما بنعتبرش التأمين الزراعي جزء من التأمين الاجتماعي، بس مؤمنين تماماً بأهميته والعلاقة القوية بين التأمين الاجتماعي والتأمين الزراعي. الاثنين بيحسنوا القدرة على الصمود والتعافي من الأزمات. وننتقل للشريحة الثانية. بتلخص الجهود القائمة حالياً لتوسيع التأمين الاجتماعي. عندنا في المغرب تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين في عام 2021، وأنشئ أيضاً معاش التقاعد للفلاحين. وزارة الفلاحة هي المسؤولة عن تحديد المساهمات واختيار المنتفعين، وبالفعل تم تحديد 9 فئات مساهمة وتسجيل حوالي 1 مليون شخص في نظام التأمين الصحي إلى أن يفعل نظام المعاشات. وبالإضافة سيتم إنشاء سجل وطني فلاحي لجمع معلومات اللي هتساهم في تحديد المنتفعين وعملية التقييم. في اليمن طبعاً الوضع معقد. أقر في سنة 2013 قانون جديد لإنشاء تأمين اجتماعي اختياري للفئات المهمشة من ضمنهم العاملين في الزراعة، ولكن ظروف الحرب وقفت إجراءات تفعيل هذا القانون. في الإمارات في مقترح قانون جديد يوفر تأمين ضد البطالة للعاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص. بالنسبة لفلسطين في مقترح قانون جديد للضمان الاجتماعي والتغطية الشاملة، وأيضا مقترح تعديل قانون العمل كي يشمل العاملين في الزراعة. بالإضافة لوجود حاليا منظمة للصحة والسلامة المهنية بتشمل قطاع الزراعة، وأيضا في حد أدنى للأجور الخاص بالقطاع. وأخيرا موجود في فلسطين صندوق ضراء المخاطر والتأمين الزراعي بيوفر إعانة للمتضررين من الكوارث الطبيعية، وعندهم كمان خطة عمل مستقبلية لتفعيل برنامج التأمين الزراعي في فلسطين. زي ما ذكرت ده ملخص موجز جدا لا يشمل جميع التفاصيل، ولكن هيبقى في فرصة لممثلي الوزارات والمرشحين أن يضيفوا أو يوضحوا أي معلومة. آخر شريحة هعرضها بتلخص الانطباعات اللي وصلت لنا من الاتحاد العربي للنقابات، متقسمة لتحديات مش موضحة أو ممكن توضيحها أكتر في التقارير، وتوصيات ممكن تضاف أو تتاخد في الاعتبار. بالنسبة للتحديات، القيود على الحرية النقابية بتؤدي إلى ضعف تمثيل العمالة وضعف المطالبة بالحماية. قوانين العمل اللي لا تشمل قطاع الزراعة أو لا تهتم بمعايير الصحة والسلامة المهنية في الزراعة. وفي حالة وجود القوانين، عدم وجود التطبيق أو التفتيش الكافي على قطاع الزراعة، ولذلك أصحاب العمل بيضطروا يتهربوا من الدفع الحد الأدنى للأجور ودفع التأمينات. بالإضافة الحد الأدنى للأجور في قطاع الزراعة يا إما مش موجود في دول كتير أو أوطى من الحد الأدنى في القطاعات الأخرى. وأخيراً مفيش مشاركة اجتماعية حقيقية في تصميم أو إدارة نظم الحماية الاجتماعية أو مشاركة في اتخاذ القرار. بالنسبة للتوصيات المقترحة، مشاركة النقابات في تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية وتوعية المجتمع الريفي عن أهمية التأمين وكيفية الوصول ليه، بدء حوار اجتماعي حول تحديد المساهمات والتزام أصحاب العمل بالدفع، وأيضا إيه وسائل التغلب على الصعوبات الإدارية اللي بتواجه العاملين في الزراعة، استخدام الإعلام في نشر الوعي عن أهمية التأمين الاجتماعي،
تعديل قوانين العمل وتعزيز قدرة المفتشي الأعمال سوري مفتشين العمل في قطاع الزراعي، وأخيرا تسهيل الوصول لخدمة للخدمة الرقمية في الريف من خلال توفير إنترنت أو استخدام لغة عربية مبسطة مناسبة للوسط. شكرا لحسن معكم. سنفتح المجال للنقاش، من فضلكم كتابة أي أسئلة أو ملاحظات في صندوق الأسئلة أو الشات، وطلب الميكروفون متاح فقط لممثلي الوزارات والمرشحين من قبلهم. ممكن تطلبوا الكلمة من خلال رمز رفع اليد. Thank you, Luca. Over to you. شكرا داليا على هذا الملخص، وشكرا لكل الشركاء الذين شاركوا من خلال يعني مداخلاتهم ومن خلال الأسئلة التي قدمت في خلال ورشة العمل، وهذا سيساعدنا على تحسين ومراجعة الأوراق الثلاثة التي قدمناها إليكم اليوم. إذن بعض الممثلين عن النقابات والوزارات قد أعطي لهم المجال لتقديم مداخلة، وأرى بعض الأيدي المرفوعة، لذلك سنستمع إلى بعض المداخلات منكم. أرجو أن تكون مداخلاتكم مختصرة، وبهذه الطريقة يمكن أن نستمع إلى عدد أكبر من الأشخاص، ويمكننا أن نبدأ بالإصغاء إلى ديميها العبيدي التي تتحدث إلينا من العراق. مساء الخير جميعا. ضمياء العبيدي، معاون مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. سيدات والسادة، شكرا جزيلا لاستضافتي لحضراتكم مع حفظ المناصب والألقاب. بشكل مختصر، إن أهم ما يخص أبرز التحديات التي تواجه توسيع تغطية التأمين الاجتماعي لشمول العمال في قطاع الزراعة، إذ أن القانون الحالي الموجود في الضمان الاجتماعي لم يشمل هذه الفئة، وأيضا صعوبة الوصول إلى العاملين في هذا القطاع من قبل اللجان التفتيشية، صعوبة تحديد الدخل الشهري للعامل لغرض الاستقطاع، حيث أن القطاع الزراعي يعتمد على الكثير من الأمور، منها موسم الزراعة، تصريف المحصول، والعامل المناخي، إذ يعتبر العراق أيضا من البلدان التي ممكن الاعتماد على الزراعة، بالإضافة لكونه بلد نفطي. لذلك كنا جدا سعداء أنه حضراتكم أثرتوا هذه النقطة. توجد العديد من المعوقات التي ممكن تواجهنا، مثل ما وضحتها بداية كلامي، عدم المقدرة على الشمول العاملين، لأنه لا يوجد قانون فعلي وحالي يضم هذه الفئة، عدم إمكانية تحديد الأجر الفعلي للعامل، ما هو الأجر الحد الأدنى الذي بإمكاني أن أستقطع الضمان الاجتماعي على أساسه. من ضمن الأمور أو استراتيجيات التي ممكن أن أقدمها كحلول حتى أقدر أشمل هذه الفئة في الضمان الاجتماعي، ضم هذه الشريحة من المزارعين ضمن اتحاد أو نقابة أو جهة عمل منظمة بإمكاني الرجوع عليها والتفاوض معها في للحصول على أسماء العاملين في هذا القطاع. أيضا إعداد قانون، يعني أن يكون القطاع الزراعي من ضمن القانون، فأنا أضفت في مسودة قانوني الجديد كما تعرفون حضراتكم أو البعض لا يعلم، أننا الآن في طور إصدار قانون جديد، ومن ضمن مسودة القانون الجديد هي خلينا الضمان الاختياري، أن وضع قانون الضمان الاختياري سيساعد المزارعين على أن يتم شمولهم بقانون الضمان الاجتماعي، إذ أن حاليا لا يوجد تشريعات قانونية تسمح بشمول هذه الفئات، ولا يوجد لجان مختصة لمتابعة هذه الأمور. فكانت هذه الندوة جدا مفيدة، وأيضا سجلنا ملاحظاتنا وسيتم تزويدكم بها لاحقا، بأنه من ضمن مسودة القانون الجديد، مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، هو شمول الاختياري، لكن أتمنى أن يكون هناك قانون خاص بالمزارعين أو نقابة خاصة بالمزارعين بالإمكان الرجوع عليها حين تطبيق القانون. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا على هذه المداخلة. وهنا
نحن بحاجة إلى يعني قوانين جديدة في العراق لكي نشمل العمال في مجال الزراعة، ومن الجيد بأنكم تنظرون إلى هذه المسألة يعني من وجهة نظر الفئات الأكثر فقراً أو ضعفاء. إذن لدينا مداخلة من السيد كاسترو من لبنان، والآن سنفتح المجال لأي مساهمة أخرى أيضاً يود المشاركون أن يقوموا بها، ونود أن نستمع بشكل موجز إلى السيد كاسترو، وبعد ذلك نعطي الكلام إلى فوزية. إذن سيد كاسترو الكلام لك. شكرا سيد لوكا، شكرا على الاستضافة. الحقيقة نحن عندنا مشكلة في لبنان بأنه نحن استثنانا قانون العمل اللبناني، استثنى العاملين في القطاع الزراعي من الضمان الاجتماعي، وعندنا مشكلة بموضوع القطاع الزراعي انه هو اغلبيته اجتماع او قطاع جزء منه عائلي، وهذا بالسواد الاعظم. ونحن عندنا ما كثير في تعنا زراعه التبغ، يمكن موسم كبير بيكون فيها، ولكن الزراعه بشكل عام هي كمان تفتقد الى رزنامه زراعيه نتيجه محيطنا بمنطقه الشرق الاوسط بهذا الموضوع. ولكن للاسف يعني السيد لوكا بيعرف هذا الشيء، شاركنا نحن وياه بموضوع بتعديل قانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ولا في عمل على شمول العمال الزراعيين وغيرهم من الفئات اللي استثناهم قانون العمل، مثل عمال البلديات وعمال ورش البناء وصيادي الأسماك والعاملين في الخدمة المنزلية بهذا القطاع. ولكن أنا بشوف كمان لأنه للأسف الحكومات أو حكومة لبنان ما عم تعمل هذا الجهد، لأنه أساساً موضوع الزراعة هو مهمل ومستثنى من أي دعم ومن أي تقديمات. حتى بنلاقي نحن ما في توجيه عنا التربية على مستوى قطاع التربية للتعليم الزراعي، يعني ما عنا المدارس الزراعية للي توجه هذا الشيء. عنا بعض المهندسين الزراعيين للي بيتخرجوا بيروحوا على دول أخرى يشتغلوا، وعنا الشركات الكبيرة أو عنا المؤسسات الكبيرة اللي بالمواسم أو إنتاج للتصدير، وخاصة الحمضيات والفواكه. وبالتالي هذا التنوع اللي موجود عندنا، يعني المواسم ما عندنا لك للأسف، لأنه ما عندنا نحن اهتمام بهذا الموضوع. أنا بشوف أنه ممكن هون وهيدي نستفيد من خبرات الأخوان في الدول العربية، لأنه هني أكثر ناشطين بالقطاع الزراعي، لأنه لبنان أساساً مساحته أو سمنة كبيرة، ورغم أنه مواسم متنوعة بيطلع فيه ولكن محدودة وصغيرة. فأنا يعني برجو هون من منظمة العمل الدولية أنه في عندها هذه البرامج الزراعية أو الدعم العمل الزراعي، لأنه نحن عم نعمل وعنا نشاط كاتحاد وطني الفيناسول بدعم العمال الزراعيين، وخاصة بمزارعي التبغ والتنباك في لبنان، ونعمل على تنظيمهم من خلال إطار لجان بالمناطق الزراعية. بس بشوف أنه عنا منطقة البقاع اللي هي منطقة واسعة كبيرة كمان لازم ينشغل عليها، لأنه للأسف نحن عنا استغلال لليد العاملة المهاجرة بالقطاع الزراعي، وخاصة بالمواسم منهم اللاجئين السوريين وغيرهم وعمال من جنسيات أخرى، وعنا استغلال لعمالة الأطفال. وبالتالي هون لازم توضع تشريعات للحد من هذا الموضوع لعمالة الأطفال، وخاصة بموضوع السلامة المهنية مثل ما إجا بالوراق، لأنه مش بس هيك، يعني حتى نحن بنعاني عنا بالقطاع الزراعي، لأنه من الأدوية والأسمنة كمان من الحشرات المؤذية الأفاعي والعقارب وغيرها، لأنه ما عنا اهتمام بهذا الموضوع. وبالتالي في عنا عمال وعاملات وأطفال عم يفقدوا حياتهم بهذا الموضوع. حبيت إشارة بسيطة وأطلب الدعم لبناء قدراتنا هون في لبنان بهذا الموضوع أكثر، للتعاطي مع العمال الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل أفضل. وشكرا. شكرا جزيلا سيد كاسترو. أود أيضا أن أشكرك لتسليط الضوء على أهمية النظر إلى مسائل متعلقة بحماية العمالة والحماية الاجتماعية، وأن نقوم بذلك بشكل متوازي، وخاصة بأن العاملين في قطاع الزراعة يعني مستثنين من
قوانين العمل في معظم الدول، وهذا يعيق مشاركتهم في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذه المسألة في المنطقة بشكل عام، ولكن يمكننا إحراز التقدم حتى من خلال هذه الأطر يعني القانونية. لاحظت بأنه كان هناك يد مرفوعة من قبل فوزي بن سلس، وبالتالي سأعطيها الكلام، وبعد ذلك سنعطي الكلام إلى أيمن من لبنان. فوزية تفضلي. شكرا. فوزية بن صالح من مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بتونس. أود أن أتحدث عن تجربة تونسية في مجال توسيع التغطية الاجتماعية في القطاع الفلاحي، وهي تجربة نموذجية ومميزة. لكن في البداية أود توضيح بعض المفاهيم. فعندما نتحدث عن توسيع الحماية الاجتماعية كما وردت في التوصية العمل الدولية 202، فنحن نتحدث عن ليس الضمان الاجتماعي فقط، ولكن عن الحماية الاجتماعية، سواء بالنسبة للبرامج الممولة عن طريق الاشتراكات والمساهمات التي تعني الضمان الاجتماعي، أنظمة الضمان الاجتماعي، والأنظمة والبرامج الممولة من قبل الدولة التي توفر حماية لكل الأشخاص مهما كان العمر، الأطفال والنساء وكبار السن، والتي تمولها ميزانية الدولة. لأن تبني أحد المفهومين سوف يؤثر على نتائج الدراسة وحتى على نتائج الإصلاحات الممكنة والمقترحة. في نقطة ثانية، عندما نتحدث عن توسيع التغطية الاجتماعية لكافة العمال في القطاع الفلاحي، مهما كان النظر، بغض النظر عن القطاع أو عن نوعية العمل، فأود أن أشير إلى أن التجربة التونسية فريدة ومميزة في هذا المجال، لأن التغطية القانونية تشمل كل العاملين في القطاع الفلاحي، وهناك نظام لكل عامل في القطاع الفلاحي مهما كانت موارده ومهما كانت طبيعة العمل متاعه ومهما كانت خلاص الأجر متاعه. غير أن تعميم التغطية القانونية لم يمكن الدولة التونسية من تعميم التغطية الفعلية التي بقيت ضعيفة جدا بالنسبة لبعض القطاعات. فتعدد الأنظمة في القطاع الفلاحي كانت سبباً رئيسياً في تردي أو ضعف التغطية الفعلية، وهو ما جعل الدراسات في هذا المجال تتعدد، خاصة على مستوى المركز الذي أعمل فيه منذ 1998 وسنة 2000. هناك دراسات حول إمكانية إيجاد نظام ملائم لشريحة من العمال الفلاحين الذين لا يستجيبون لشروط القطاع المهيكل. وهنا نتحدث أولاً على لا نتحدث عن العوائق الإدارية فقط أو التمويل، ولكن التجربة التونسية أثبتت أن توسيع التغطية القانونية اعتمد على مبدأ أساسي، وهو التمشي الكلاسيكي الذي يؤسس نظام الضمان الاجتماعي على مفهوم مؤسسة منظمة لها نظام محاسباتي ولها في هذا المجال نظام محاسباتي مهيكل، وأيضا قدرات إدارية على تسجيل العمال وتسجيل كل وإعطاء المنافع المزداد. غير أن هذا التمشي أبرز مساوئه وحدوده بالنسبة للشريحة هامة من العمال، وهي العمال في القطاع الهش، وخاصة العمل المتنقلين من مؤجر إلى آخر ومن نظام إلى آخر ومن قطاع إلى آخر، إذن وهو ما برر هذه الدراسات. في التوصية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي المتكامل والموحد لجميع العمال في القطاع الفلاحي المهيكل أو في القطاع الغير المهيكل، يضمن التضامن ووحد
وحدة العمال في نفس القطاع، غير أنه يبرز إشكالية التفريق بين القطاع المهيكل والقطاع غير المهيكل. لذلك تضمنت بعض الدراسات في مجال الإصلاح اعتماد نظام يشمل القطاع الهش والعمل المتنقلين فقط. هذا من ناحية. بالنسبة لأردت أوزن توضيح المخاطر المتعلقة بالصحة والسلام المهنية، نحن نتحدث عن الأمراض المهنية والأمراض المهنية وحوادث الشغل، وهو فرع مستقل عن الضمان الاجتماعي. الانخراط فيه مستقل، وفي هذا المجال حبيت نفسر فقط. بالنسبة للتمويل، التمويل هو يطرح إشكالية في توسيع التغطية الاجتماعية بالنسبة للفلاحين، نظراً لأن الضمان الاجتماعي في المنافع المزداد من قبل الضمان الاجتماعي يرتبط ارتباط وثيق في توازن موارد النظام بالمنافع المزداد بتمويل هذه الشريحة، غير أن هذه الشريحة تشكو ضعف. فوزية، لوكاس يتحدث إليك ويقول لا يريد أن يقاطعك، ولكن علينا أن نفسح المجال لمتحدثين آخرين، لذلك يمكنك ربما أن تنهي هذه المداخلة ونعطي الكلام إلى آخرين، لأنه لدينا بضع دقائق قبل أن ننهي هذه الجلسة. شكرا. Thank you. نعم، أردت أن أختم أن التمويل هو من بين الإشكاليات المقترحة في من بين الإشكاليات المطروحة في النظام، في تصور النظام المقترح لهذه الشريحة. أيضا هناك بعض الملاحظات حول القيود والعوائق الإدارية، والأهمها هي ما تحدثت عنه في البداية، أن الأنظمة القانونية كلها في تونس رغم شمولها لكافة العاملين فإنها انبنت على نظام اعتمدت على عقلية المؤسسة المنظمة، وهو ما لا يمكن أن نتبناه في بالنسبة للعملة الهشة أو الشركات العائلية في المتفشية في القطاع الفلاحي. وسأرسل لكم بقية الملاحظات عبر البريد الإلكتروني، وشكرا وعذرا على الإطالة، وشكرا. شكرا جزيلا. بالطبع هذه النقاط مهمة للغاية، ونحن نطلع قدما يعني الحصول على هذه الملاحظات منك واستخدامها في مراجعتنا للأوراق. أظن أنه ما زال لدينا يدا مرفوعة، وسأطلب من هنا المتحدثين أن يجيبوا عن الأسئلة المطروحة، وبعد ذلك يمكن أن نغلق. أيمن مدني، هل تود أن تتحدث الآن؟ ولكن أرجو أن يعني تختصر ما تريد أن تقوله بدقيقة واحدة. تفضل سيد مدني. سيد أيمن، لا أعلم إن كان بإمكانك أن تسمعنا. إن أردت الحديث عليك أن تلغي وضعية الصامت. شغل الميكروفون من فضلك. لا أرى بأنه ثمة مداخلة، وبالتالي أقترح أن ننتقل إلى زميلتي ليا. وسيكون هناك. اسمعني دكتور لوكا. اسمعني دكتور. شكرا لمنظمة الأغذية على الاستضافة. بس أحب نوه لمسألة واحدة بالنسبة للمشاركين، أن الحكومة السورية اهتمت بتنظيم أوضاع العاملين في قطاع الزراعة والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي. قد يكون ما تم التنويه إلى المداخلات الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي. صدر قانون سوري لتنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي، وتم إلزام كافة أصحاب العمل بالاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي قانون التأمينات الاجتماعية المادة واضحة وصريحة، يطبق هذا القانون على كافة العاملين الخاضعين لقانون العلاقات الزراعية. فالمهم التنويه هنا إنه الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي مثل تربية الحيوانات والمنشآت التي تعتمد منشآتها على تحويل أو تعليب أو تغليف مواد من محاصيل زراعية تم إتباعهم لقانون العلاقات الزراعية، وتم مشاركة كافة العاملين في النظام التأمين الاجتماعي.
شكرا، لا أريد أن أطيل. شكرا جزيلا سيد مدني، شكرا ولمشاركة هذه يعني التجربة الناجحة من سوريا لوجود يعني هذه الأداة التي تشمل العاملين في قطاع الزراعة. وبذلك نود أن نشكر كل الذين شاركوا، وسأعطي الكلام إلى ليا لكي توضح بعض الأمور، ربما إلى فريق العمل، وربما لنجيب عن بعض الأسئلة في خانة البرنامج، وبعد ذلك سنغلق هذا الاجتماع. في ثلاث أسئلة أساسية. في سؤال عن مدى شمول هالأوراق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والفرق بين الاثنين. هالأوراق هي بس بتعنى بالتأمين الاجتماعي، وبالتالي الحماية الاجتماعية يلي مولة من الاشتراكات. هيدا بس سؤال سريع حبيت جاوب عليه. في عنا سؤالين آخرين، رح أعطي وجه سؤال للوكا وسؤال تاني ل نورجيلا، نورجيلا أو لوكاس. السؤال الأول هو رح أقوله بالإنجليزي لأنه انطرح بالإنجليزي. هل هناك أي رابط بين هجرة العمال وبرامج التأمين الاجتماعي؟ هذا السؤال إلى لوكا، وسأطرح سؤال آخر على لوكا أيضا أو على نورجيلا، و هو حول بعض الحلول الممكنة في هذا المجال لمعالجة بعض يعني نقاط الهشاشة والضعف والمخاطر التي تواجهها المرأة، مثل الأمومة، رعاية الأطفال وغيرها. وهناك سؤال ثالث حول إلى أي مدى لدينا حلول لتغطية العمال الموسميين. أعلم بأن بعض الأوراق قد تطرقت إلى هذه المسألة، ولكن أيضا أود أن أعرف المزيد عن ذلك، أو نود أن نعرف عن ذلك. لوكا تفضل. أظن أنني ذكرت، وقد تبين من الواضح في خلال الجلسة، أنه في الزراعة نرى زيادة لتمثيل العمال المهاجرين مقارنة مع العمال يعني الوطنيين في عدد من البلدان. وكما نعلم برامج التأمين الاجتماعي يصعب الدخول إليها في بعض البلدان بالنسبة إلى العمال المهاجرين، وذلك بسبب القيود الإدارية والقانونية. وبالتالي هذه الفئة تستدعي مزيد من العمل لتأمين مشاركة العمل في قطاع الزراعة في هذه البرامج في المناطق الريفية، وذلك من خلال تسليط الضوء على حاجاتهم ومن خلال الاعتراف بحاجاتهم للاندماج أكثر في هذه البرامج، حيث بشكل خاص تم عمل مهاجرين. إذن على النظام أن يشمل البرامج أن تشمل المهاجرين والمواطنين، وبالتالي هنا نحن نتحدث عن تحديات جديدة، وربما يمكننا أن نناقش ذلك في وقت آخر. إذن كيف يمكن أن نربط برامج التأمين الاجتماعي ببعضها البعض في بلدان متعددة، وذلك لكي ليس فقط يساهم العمال في مجال الزراعة في هذه البرامج، ولكن أيضا يستفيدون من ذلك. في الوقت الحالي في معظم البلدان العمال المهاجرون الذين يعملون في الزراعة عندما يحصلون على هذا التأمين يحصلون على مبالغ إجمالية، ولكن إن نظرنا إلى المعايير المطلوبة والموصى بها فهنا لابد من توفير معاشات تقاعدية لتأمين هؤلاء الأشخاص لفترات أطول. إذن سأكتفي بهذا القدر. إذن سنأخذ 5 دقائق إضافية لكي ننهي ونغلق هذه الجلسة. نورجيلا أو لوكاس، هل تودان الإجابة عن هذه أو السؤال حول إلى أي مدى الحلول في هذا المجال تخفف من المخاطر التي تواجه المرأة متعلقة بسن الإنجاب وغيرها من المسائل، وكيف يمكن للعمال الموسميين أن يحصلوا على تغطية التأمين الاجتماعي؟ شكرا لوكاس. إذن نحن نعلم بأن النساء
تواجه الكثير من المخاطر، وبرامج التأمين الاجتماعي مثل يعني المنافع التي تعطى في حالة الأمومة تحمي النساء. وفي كثير من الأحيان وقد وجدنا بأنه في دول عربية وشرق الأوسط أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النساء لا تستفيد كثيرا من هنا بعض المنافع المتعلقة بالأمومة. وهنا يمكن أن نقول أنه ثمة يعني بعض البرامج التي تقدم أو تضع المسؤولية على رب العمل، ولكن هناك مسألة متعلقة بمسؤولية العمل، وهذا قد في هذه الطريقة يمكن أن يعني تقدم بعض الحوافز لتشغيل النساء، ويمكن أن تقدم بعض التعويضات في بعض الأحيان لتوفير المزيد من الفوائد للنساء. ولكن هنا لا نفكر بمسألة التكافل والتعاضد في هذه المجالات. وقد لاحظنا في دراستنا أن العوائق الإدارية كبيرة أمام المرأة، ولا سيما من حيث النقل والتسجل في برامج التأمين الاجتماعي، ولدينا أيضا ممارسات جيدة في تونس حيث تم تسهيل النساء والفتيات إلى برامج التأمين الاجتماعي، ويمكن للمرأة الآن أن تنضم إلى هذه البرامج وأن تدفع اشتراكاتها. يقدر أن آلاف النساء تمكنا من الوصول إلى الرعاية الصحية وبرامج التأمين الاجتماعي. شكرا جزيلا. أعتقد إذن أننا شارفنا على إنهاء مناقشتنا، وقد أصبحت الساعة 4 تماما هنا في لبنان. أود كل الذين بقيوا معنا، ما زال معنا 60 مشاركا، وقد بلغ عددهم خلال هذه الندوة 100 شخص، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في منطقتنا. لقد تطرقنا بالطبع إلى أهمية توسيع التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين الزراعيين، وضرورة وضع برامج تتلائم بشكل أكبر مع احتياجات العاملين في قطاع الزراعة، مع توازن بين المخاطر وتوفير الحماية خلال حياة عمل العمال وأسرهم. لقد تحدثنا أيضا عن ضرورة التفكير بشكل جديد بما يعزز بين العاملين في قطاع الزراعة وعاملين آخرين، وأيضا المزج بين الاشتراكات والضرائب. فالتأمين الاجتماعي هو مجرد قسم من برامج الحياة. وأيضا يجب أن نتوخى المرونة في تكييف معدلات اشتراك أو أقساط التأمين بالنسبة إلى العاملين في قطاع الزراعة، وهذا بالطبع هذه معدلات تختلف كثيرا داخل القطاع بحد ذاته. ولقد تحدثنا أيضا عن ضرورة خفض العوائق وتحسين التفتيش وتحسين التنسيق بين وزارة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة الزراعة من خلال مثلا الاشتراك في برامج التأمين الاجتماعي، ومن خلال استخدام تكنولوجيا جديدة للتواصل للوصول إلى تغلغل أفضل داخل القطاع. لقد سمعنا أيضا عن ضرورة تحسين التسهيل بحيث يعطى العاملون في قطاع الزراعة صوت
المشاركة في المنظمات وفي النقابات، وأيضا يجب أن نبرز على نحو أكبر أهمية هذا القطاع من لتحديد ماهية العاملين في قطاع الزراعة وتحسين نظم المعلومات، وأخيرا تحسين الحملات الإعلانية لتعزيز المعرفة وفهم منافع من الاجتماعي، ولنبرز أهميتها بالنسبة للعاملين في قطاع الزراعة وأسرهم، مع الحرص على أن يمتثل جميع العاملين لبرامج التأمين الاجتماعي. لقد سمعت عن توسيع نطاق برامج التأمين الاجتماعي وتحسين ظروف عمل في قطاع الزراعة، وبما في ذلك حماية الأجور وتحسين السلامة والصحة المهنيتين وتعزيز علاقة العمل في قطاع الزراعة من خلال توفير خيارات أفضل للعاملين في قطاع الزراعة، بحيث من تنظيم أنفسهم. نود أن فريق الذي سمح لنا بتنظيم هذه الندوة بدءا بفريق مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل، وأيضا منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الدولية والفرق العاملة فيهما. ولذلك نحن نأتي إليكم كمنظمة واحدة للأمم المتحدة بما يسمح لنا بالارتقاء بإجراءاتنا. يمكننا بثلاث إجراءات. أولا أن نتبادل معكم هذه التقارير الثلاثة والإسهامات الواردة خطيا، أيضا بالإضافة إلى إسهامات كل الذين شاركوا في هذه الندوة الإلكترونية، بحيث تتمكنون من استخدامها في عملكم على المستوى القطري. ثانيا، إن منظمة الأغذية والزراعة العمل الدولية مستعدتان للعمل معكم في بلدانكم، فإذا ما اعتبرتم أن هذه التقارير تشكل مصدر إلهام بالنسبة إليكم وتودون أن تنفذوها بلدانكم، يمكنكم أن تتواصلوا معنا وسوف نمدكم بكل مساعدة ممكنة. ثالثا، نحن نود أن نواصل هذا النقاش على المستوى القطري. نعرف أن هذا تحدي كبير، ولكن أحرز تقدم في عدد من البلدان، ويمكننا أن نربح الكثير من خلال العمل معا ومضافرة جهود في وزارة الزراعة ووزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل. ونحن نأمل بأن نستمر في مثل هذه اللقاءات مع مركز السياسة الدولية من أجل النمو الشامل. أود أيضا أن أشكر المتحدثين الثلاثة على إسهاماتهم ومدخلاتهم. شكرا جزيلا لكم السيد مؤيد، السيدة صبرين والسيدة ياوني، شكرا جزيلا على مدخلاتكم القيمة جدا في هذا. هذه هي مجرد بداية، نأمل لقاءكم قريبا، وحافظوا على التواصل معنا، ونأمل بأن تتنا فرصة أخرى لإحراز تقدم حول هذا البند الأهم المتعلق بتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل جميع العاملين في قطاع الزراعة في منطقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أتمنى لكم نهاية نهار طيبة وعطلة أسبوع طيبة. شكراً.